مشاكرة في كل مكان، اهلا بيكم في اولى حلقات برنامج حبيبي العيال. حلقه النهارده من برنامج حبيبي العيال اللي انا يعني صممت او الى حد ما متحمس لهذا البرنامج، لانه بيناقش كل ما يخص الطفل حديث الولاده من اول ما بيتولد لحد ما بيكبر وبيكون طفل قادر او طفل ناضج. مناقشه المراحل اللي بيمر بيها الطفل لحد مرحلة النضوج دي، أعتقد إن هي بنية أساسية ومهمة جدا في بناء الطفل صحيا ونفسيا واجتماعيا. كده النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنناقش كيف تتعامل الأم مع طفلها المولود حديثا، وخاصة الأمهات المستجدين في مسألة الأطفال، وحتى الأمهات اللي عندها طفل أو داخلين على مرحلة الإنجاب. أعتقد أن هذه الحلقة ستكون من الحلقات المميزة الرائعة المفيدة بالنسبة لكثير من الأمهات اللي بتتابع هذه الحلقة النهاردة، لأنه بجد أو يعني هنتكلم عن كيف تتعاملي أو كيف تتعامل الأم أو كيف تتعامل الأسرة مع طفل مولود حديثا من كل الجوانب، مش بس الصحية الاجتماعية والنفسية، عشان نخرج بطفل أكثر نضوجا. كون معايا في هذه الحلقة الدكتور أحمد سلام محمد، أخصائي طب الأطفال وحديث الولادة، يكلمني أكتر عن كيف نتعامل مع الطفل. ولكن خلوني أرحب بيه دكتور أحمد. أهلا بيك دكتور. أهلا وسهلا زي دكتور خالد. وإحنا بنتكلم عن مراحل التطور، أي حد فينا بيتطور، وخاصة الطفل بناؤه وتطوره من أول ما بيتولد إلى أن يصبح ناضجا أو حتى عمر سنة، أعتقد دي مرحلة مهمة. كيف تتعامل الأم مع هذه المرحلة؟ الحقيقة دكتور خالد، يعني حبينا تكون الحلقة الأولى من برنامج حبيب العيال تكون هي يعتبر إهداء لكل أم حديثة، لكل أم عندها لسه لديها مولود جديد فمش عارفة تتعامل إزاي. فقلنا نتكلم على مرحلة تطور ونمو الطفل حديث الولادة بداية ما يتولد إلى حد سنة. ليه؟ لأن الأم الحديثة الوقتي أصبح لديها توتر، ارتباك، مش عارفة تسمع لمين ولا لمين ولا لمين، تسمع لمامتها ولا حماتها، طب أعمل إيه؟ طب ابني حصل له كذا أعمل إيه؟ فإحنا عاوزين النهاردة إن شاء الله وربنا يعيننا إن إحنا نخرج من الحلقة إن يا ريت نفيد الأمهات الأمهات الحديثة اللي لهم مولود جديد، الأم اللي لسه أول هدية ربنا إداها لها، وإحنا بنديها هدية من خلال برنامج حبيبي العيال، كيف تتعامل مع طفلها المولود حديثا. خدنا يا دكتور كده في رحلة بدايتها طفل وصل بالسلامة، كيف تتعامل معه الأم بشكل علمي وصحيح وسليم؟ تمام، عشان أبسطها للسادة المشاهدين أنا هاخدها في ثلاث خطوات. كويس. هنتكلم على التطور والنمو العضوي، تاني حاجة التطور الحركي، ثالث حاجة التطور والنمو الاجتماعي. كويس. تمام، هنتكلم على النمو العضوي، هنبدأ تدريجيا واحده واحده زي كأننا احنا طالعين السلم واحده واحده، خطوه خطوه. تمام، اول حاجه وهي المميزه هي الوزن. يا دكتور يا ترى ابني وزنه كويس ولا لا؟ كويس. الابحاث الجديده قالت الوزن المناسب للطفل من 2 كيلو ونص ل 3 كيلو ونص. ده وزن الطفل، يبقى الرينج من 2 ونص ل 3 ونص مناسب جدا. كويس. الام بتيجي بعد اسبوع تقول يا دكتور ده ابني كان 3 كيلو بقى 3 الا ربع ومرتبكه، يبقى في مشكله يا دكتور؟ لا، اللي عاوز اقوله لحضرتك ان الوزن بتاع الطفل بيبدا يعني اول اسبوع واسبوعين بينقص من وزنه بمناسبه 10-15%، نسبه 10-15%، وبعد كده بيعيد توازنه تاني. يعني الام اللي ابنها او طفلها المولود حديثا اتولد وزنه 3 كيلو، تمام، جت بعد كام يوم توزنه 3 لقت الطفل خسله بتاع 25 جرام ولا 250 جرام، ربع كيلو كده، تمام، ما تقلقش تطمن. تمام. هو ده علميا يفقد الطفل حوالي 15% من وزنه. من وزنه. تمام. كويس. دي المرحلة الأولى أو الجزء الأول، الوزن. ده بالنسبة للوزن. بعد كده بقول لها من بعد الأسبوعين الوزن بيبدأ يزداد تدريجي بمعدل بتحسبيها أول أربع شهور بيزيد بمعدل 3/4 كيلو في الشهر. كويس. تاني أربع شهور لحد الشهر الثامن هيبقى معدل نص كيلو في الشهر. كويس. ثالث اربع شهور اللي هم اخر اربع شهور في السنه بمعدل ربع كيلو في الشهر، يعني بمعنى الخلاصه ان ابنه يكون عنده سنه يبقى من 9 ل 10 كيلو. كويس، يعني وصلنا لعمر السنه. تمام. يصل الطفل هنقول من 9 كيلو الى 10 كيلو بالمعدل الطبيعي، ممكن يقل شويه او يزيد شويه، مفيش منه مشكله، ده مفيش فيه اي مشاكل. كويس. طيب امتى عوامل الخطوره هنا يا دكتور احمد في عمليه الوزن قبل ما اخرج من
الجزء الخاص بالوزن. تمام. عوامل الخطورة، امتى اقول انه هذا الطفل لديه مشكلة ويحتاج الذهاب الى طبيب الاطفال لمتابعته مرة اخرى؟ لو وزنه كام؟ لو وزن الطفل زاد عن الوزن المناسب بمعدل 4 كيلو او قل عن الوزن المثالي لعمره 2 كيلو او 3 كيلو لابد ان انا اتحرك. كويس، يعني لو الام جت توزن ابنها وهو عنده سنة لقيت الطفل ده 14 بدل 10 كيلو لقيته 14 15 كيلو او لقيته 7 5 او 8 كيلو 6 كيلو 7 كيلو، فهنا ممكن يبقى سوء تغذيه. نشوف ايه السبب. كويس، احنا كنا اتكلمنا قبل كده دكتور احمد في حلقه سابقه نسيت ارجع لها على صفحه القناه على اليوتيوب، احنا اتكلمنا عن سوء التغذيه للاطفال ممكن تكون هي السبب او بعض الامراض العضويه. تمام، كويس، دي الجزء الاول. ده الجزء الاول. الجزء الثاني، الجزء الثاني في ناس يعني ما بتهتمش بيه الا وهو الطول بتاع الطفل. يا دكتور هو الطول بيتوزن؟ طب ليه؟ بيتقاس بقى. بيتقاس ليه؟ لأن الطول مهم جدا في الوقت ده. الطول بيبقى الطفل لما بيتولد بمعدل 49 سنتي ل 50 سنتي. تمام؟ أما يوصل سنة بنسميه متر إلا ربع، 75 سنتي. طب السؤال، طب ليه يا دكتور الطول مهم؟ لسبب معين. لو الطفل ده عند مثلا عنده قصير قصر في الطول بنشوف هل في مشكلة، هل وراثية، هل نتيجة الأب والأم واحد فيهم قصير، ولا المشكلة هتبقى مشكلة عضوية أو في اضطراب في الهرمونات أو غدد درقية أو. إذا الطول مناسب. محيط الرأس برضك مناسب. محيط حجم الرأس بتسميه محيط الرأس. محيط الرأس برضك مهم جدا. بتيجي أم تقول يا دكتور أنا قلقانة، أنا حاسة إن ابني رأسه كبيرة عن جسمه. بقول لها يا ست الكل لا ما تقلقيش خالص، طبيعي في الاول خالص اول شهرين الطفل بيبقى وزنه ويبقى راسه محيط راسه وراسه حجمها اكبر من جسمه، بيبقى معدل 34 ل 35 سنتي، ده محيط الراس ويزداد تدريجيا. كويس، تمام، كويس. احنا بنتكلم كده يا دكتور قبل ما نتكلم عن عمليه الطول، ودي خاصه ممكن نلاحظها في الامهات اللي بتقارن الطفل بطفل اخر سواء كانت انجبت قبل كده او طفل تاني، تقول لك ده طالع اقصر من الطفل الفلاني او طالع اطول من الطفل الفلاني. هل العمليه دي لها علاقه اكتر بطول الاب طول الام الجيناتيك مثلا الحاجات الوراثيه ولا في البدايه ملهاش علاقه؟ لا، ده هي بنسبه كبيره ممكن يكون لها علاقه، ان بسبب يقول لك اصل الاب كان قصير او الاب كذا او هو صغير الاب كان قصير وبعد كده استدرج مثلا طوله بقى كويس يعني. تبقى وراثيه جديه من الاب ممكن. كويس، ودي اول حاجه بتدور عليها بنشوف يعني الجينات على الطبيعي الاول. الطبيعي الاول الاب قصير الام قصيره الاسره او الدرجه الاولى ممكن يبقى في حد عنده مشكله في عمليه الطول. امتى يا دكتور احمد لما تشوف الطفل ده تقول ممكن يبقى هذا الطفل النمو الطول بتاعه ممكن يبقى فيه مشكله؟ الكيرف بنسميه في كيرف كده بالنسبه للطول والوزن. الكيرف بتاعنا في منحنى تدريجي، لو لقينا الكيرف الوزن مع الطول مش مناسبين بنحط الطفل ده في وضع بنسميه شورت ستيتشر، يعني قصر القامه. ايوه، هو دي النقطه اللي كنا حابب نروح ليها شويه عشان نوضحها للمشاهدين، وان شاء الله نعمل موضوع في برنامج حبيب العيال عن قصر القامه بكل تفاصيله واسبابه ايه وممكن تكون مشاكل ايه وهكذا. كويس، انا عاوز اتكلم في نقطه مهمه جدا الا وهي موضوع خلصنا من الطول الوزن محيط الراس، هنتكلم عن موضوع الصفره. انا هاخدها يا دكتور خالد عشان الصفره. الصفره ما بقتش ناس تقلق منها، بقت كل الاطفال غالبا تولد او معظمهم بيعاني من مشكله الصفره. الصفره لو جينا نقول ان في صفره بتتقسم لنوعين. ايوه، في صفره الطفل احنا اللي بنخاف منها، هي الصفره دي الصفره الباثولوجيكال اللي هي مرضيه. الطفل لما بيتولد وقعد 12 ساعة ما فيش أي مشاكل، ما فيش علامات الصفرة اللي بتظهر فين؟ في بياض العين، بنسميها في السكريرة بتاع العين، بتبدأ نسبة الصفرة تزيد. كويس، الطفل أول 12 ساعة تمام، بعد 48 ساعة تيجي الأم تقول ده ظهر عليه صفرة بعد يومين ثلاثة، أقول لها ما تقلقيش يا ست كل الصفرة طبيعية تماما، ما تخافيش عليكي وعلى الرضاعة الطبيعية، رضعيه كويس، كل كويس، كله تمام، الطفل ده هيبقى تمام. كويس، ماشي. اذا طب في حاله ان الام ما عندهاش القدره انها ترضعه طبيعي لاسباب مثلا لاسباب عضويه بس اسباب مؤكده، ايوه اسباب دلع. مؤكده لا بعيد عن الدلع يعني الام اللي بتدلع دي
نصحناها قبل كده وقلنا لها ما تتدلعيش، لبنك مفيد للطفل، يحتاجه الطفل، جزء من التغذيه، بناء التغذيه السليمه للطفل في رضاعه الام. تمام. لكن وجدنا انه الام عندها مشكله في عمليه الرضاعه. طبعا كيف نتعامل بقى في هذه المرحله؟ هل في كل طفل بيختلف نوع اللبن اللي بياخده الام؟ في انواع كثيره من الالبان يعني ممكن طبعاً. بص حضرتك يا دكتور خالد، اللبن الصناعي بنتجه اليه قلنا نتيجه ان الطفل ده الام عندها مشكله في الرضاعه، بنشوف وزن الطفل. يعني الطفل ده لو وزنه قليل عن النورمال، الطفل ده مولود مثلا كيلو وربع، 2 وربع، يعني قليل، لا ده احنا بنديله لبن صناعي بنسميه بريماتيور، يعني لحديث الولاده لزياده النمو. طب لو الطفل كويس مولود كويس بس مش المشكله عند الام لسبب ما، لا ده في الوقت ده، لا الام ده في الوقت ده، لا الطفل بياخد لبن تاني بس لبن عادي، اي لبن، اي نوع من الالبان اللي موجوده في السوق. كويس. تمام؟ كويس. انا عاوز بس ادقق على حاجه بالنسبه للصفرة. يا جماعه لو الصفرة ظهرت بعد الولاده مباشره، دي الخوف منها، دي يعني اول نقطه. اذا ظهرت الصفرة بعد الولاده مباشره، تمام، هنا تبدا الام تقلق وتشوف ايه هي الاسباب. تشوف هي الاسباب. كويس. لان هي لو ظهرت الصفرة بعد الولاده مباشره بنتجه الى مشاكل، الا وهي اختلاف فصائل الدم، وبنشوف الاسباب ونبدا نعالجها واحده واحده. كويس. يعني نبدا في خطوات العلاج اذا ظهرت الصفرة بعد الولاده مباشره. فدي اطمن الامهات. لو ظهرت بعد يومين ثلاثه ما تقلقيش، ما تقلقيش، الصفرة طبيعيه. طب يا دكتور بتقعد الصفرة قد ايه الطبيعيه دي عشان اطمن؟ ما انا مش هقول لك ان هي طبيعيه وتقعد لي شهرين ثلاثه، ثلاثه اربعه، لا لا، هي اخرها 3 اسابيع لحد شهر. كويس. يعني اذا ظهرت الصفرة لمده اسبوعين ثلاثه اربع اسابيع ما اخافش، ما فيش منها مشكله. لكن تمام. اذا ظهرت بعد الولاده مباشره هنا نحتاج التوقف كثيرا. عشان كده دايما بعد الولاده دكتور الاطفال بيمر على الاطفال ويتابعوا ويشوف طبعا. ودايما يا دكتور احمد في هذه النقطه، نقطه توعيه بقى، انه المراكز الخاصه بالمراكز النساء لما بيكونش فيها طبيب اطفال بعد الولاده، ده ممكن يدخل الطفل في مضاعفات. فبنحتاج انه الشخص اللي رايح يكشف يبقى عنده فكره الوعي انه وجود طبيب اطفال داخل غرفه العمليات والاستلام الجنين شيء من الاطمئنان على صحه الجنين مبكرا، عشان هي الموضوع يتاخر. وده اللي بيحصل يا دكتور خالد الايام دي. يعني ما شاء الله، حتى الاب او الام او الاهل يقول المركز هو في دكتور اطفال ولا لا في الاول. في الاول دي نقطه بقت مهمه، فكره ارتفاع الوعي ده شيء مهم جدا، وجود طبيب اطفال. انت ممكن تنقذ الطفل من مشاكل تنفس وارده من اول الولاده، من بعد ما يتولد في مجرد ما تشوفه غرفه الولاده تقدر تكتشف على طول، بدل ما يتاخر يوم ولا اتنين تبقى مشاكل مفيش دكتور اتفال. اوكي تقدر تحجزه. ولو تاخرنا هتكلف الام والاب تكاليف ماديه خرافه. طبعا الحضانات او الحضانات حديث الولاده بسميها الرعايه المركزه لطفل حديث الولاده، فاقد ان هي يعني كلما تاخر الاب والام بيروح في اتجاهات بيصرف فيها ارقام فلكيه في هذه الجزئيه، كان ممكن ان يستغنى عنها بوجود طبيب اطفال في اثناء الولاده. الجزء الثالث بقى اللي احنا ممكن نتكلم عنه هو الجانب الحركي. تمام. الجانب الحركي للطفل، واعتقد انه ده من الجوانب المهمه، هي مهمة للاباء والامهات بشكل يعني لا يمكن ان مهم جدا. قبل بعد اذن حضرتك اما نتكلم على التطور الحركي، في نقطتين برضك مهمين بيقع فيهم الامهات كاخطاء. كويس. الطفل لما بيتولد وارد جدا ان وشه بيبقى محمر لدرجه الام تفتكر ان في حبوب. تقول لك الواد يا دكتور عنده حبوب كده مش عارف اعمل ايه. دي حبوب عاديه، الطفل وجهه بيبقى بيحمر عادي ما فيش اي مشاكل، ما تخافيش خالص، ودي هتروح مع الوقت، ما فيش حاجه اسمها قد مراهم ولا مراهم فيها كورتيزون ولا اي حاجه من دي. تمام؟ تاني حاجه عاوز اقولها ان في حاجه بنسميها نمش، لون اصفر بيبقى موجود عند الانف. هنا كده، ده ملوش علاقه بالصفره. تيجي الام تقول لي يا دكتور ده في صفره، طب شفتها ازاي ست الكل؟ تقول لك فين؟ عند الانف. عند هنا الأنف. لا دي في بتبقى موجود الصفره برضك، بقول لك ان هي بتبقى تدريجي، بتبدا بالعين ثم الانف ثم الوجه ثم الجسم. بنخاف لو الصفرة عدت 15 ل 20 لابد من التدخل فورا. ليه؟ الأم تقول لك يا دكتور أنا بسمعك وتقوله تبع الصفرة، لازم الصفرة تكون أقل من 15. ليه؟
عشان لو الصفرة وصلت للمخ لا قدر الله هتعمل مرض معين اسمه كرينكتيريوس، يعني مشاكل في الجهاز العصبي، وممكن تكون الى مدى الحياة. دي لما بتصيب الجهاز العصبي الى حد ما بتستمر ممكن فترات طويلة جدا ويفضل يعاني منها، واذا اتعالجت بتاخد وقت طويل جدا ومكلفة كمان في علاجها. فمتابعة الصفرة تحديدا للطفل واختيار ان احنا نتكلم عن مراحل تطور النمو وكيف يبنى الطفل حديث الولادة مهمة جدا، اعتقد ان هي ممكن تغني الاب والام عن مراحل كثيرة جدا من العلاج والمشكلات المرضية للطفل، فهو كان اختيار موفق لهذا الموضوع تحديدا يعني. تمام. معلش يا دكتور خالد، انا هتكلم عن نقطتين في التطور النمو العضلي قبل ما ندخل على الحركه. هو اصلا الموضوع بصراحه عاوز حلقات مش حلقه أكيد. واحده، واحنا ان شاء الله باذن في الحلقات اللي جايه هنتكلم. احنا النهارده بنحاول ان احنا نلقي الضوء على بشكل عام على مراحل التطور كعناوين عناوين كده لمراحل تطور نمو الجنين. انا حابب النهارده يا دكتور خالد ان القي الإضاءة على الحاجات الأخطاء الشائعة اللي بتقع فيها الأم دي، لازم أقول لها لا ده غلط. إزاي؟ مثلا الشعر، الأم تقول لي يا دكتور الواد شعره بيبدأ ينحل، يعني يبدأ يسقط. أقول لها ما فيش أي مشاكل، الشعر بيسقط وبينحل لحد 6-7 شهور ويبدأ تاني يعيد نموه تاني. وعاوز أقول لك حضرتك إن الشعر ما ينفعش مثلا تقول له يا دكتور احط له مثلا نمو مثلا جل، اي حاجات مستلزمات طبيه. ما ينفعش تحط مستلزمات طبيه على الشعر الطفل لحد سنه، سيبي نموه الطبيعي. كويس. تمام. يعني ما تستخدميش اي حاجات تساعد في ظهور الشعر الا بعد مرور سنه من عمره، من عمره بعد السنه الاولى يعني. بالظبط. كويس. تمام. موضوع السره، السرار. يا دكتور انا اتاخرنا، اصرار طول شويه. ليه؟ قالت لي مثلا بعد اسبوع المفروض انه يقع. لا ده هو الوقت اسبوعين ولسه ما وقعش. بقول لك لو الطفل عنده اولا الصفره موجوده ومطوله، الاصرار مش هيقع الا ما الصفره تروح. تمام. فما تقلقيش واصبري برضو زي الصفره، اصبري 3 أسابيع لشهر. ده طبيعي ان الاصرار ده يقع او لا. تاني حاجه عاوز اقولها، تعقيم الامبلايكا اللي هو السره، تعقيمها بالاسبري. دي تعقيمها مهمة. الجزء الخاص ده بالتعقيم للسره في ناس كتيره ممكن ما يعرفوش، او لما يعرفوه ما بيهتموش بيه. فعدم اهتمامهم بيها دكتور احمد ممكن يوصل فين؟ ممكن يوصل لك حاجتين. اول حاجه ممكن يكون صديد، التهابات شديده توصل للصديد، ممكن توصل لخراج وتعفن، وممكن تظهر لو ما اتعالجتش كمان بدري تفضل لمدى الحياه الجلد مشوه. تمام. فاذا بقول لها عقميه باستمرار. وارد وانت بتعقمي بالسبراي بيبقى فيه بقع دم، نقط دم كده، لا ما تخافيش خالص، دي بتبقى مع الوقت عادي. مش انت تخافي لو قلتي او في سيالات دم. سيالات دم، سيلان دم، سيلان دم، نقط دم كتير، او الدم سايب، سايل بينزل بشكل مستمر زي النزيف كده. ده بنخاف بقى، بنشوف عوامل السيوله وعوامل التغلط ونبدا نتحرك. كويس. تمام. بكده نتكلم بقى على النمو الحركي. النمو الحركي اللي هم عايزين الطفل يشوفوه بيتحرك وبيقوم وبيمشي ومش عارف ايه. تمام. يعني النمو الحركي هنحاول ده، وفعلا زي ما حضرتك قلت ان خطوه مهمه لازم نتكلم عليها، لان في امهات تقول يا دكتور ابني لسه ما بيحبيش، يا دكتور ابني ما سننش وفلان سنن. طيب هنعمل ايه يا دكتور؟ انا عاوز اقول بقى الخطا اللي حضراتكم بتقعوا فيه. اول شهرين الطفل بيكون لسه مش صالب نفسه. يا جماعه ارجوكم وانتوا شايلين الطفل اول شهرين لازم عندك بالايد، ايد سنده الراس والرقبه وايد تانيه عند الظهر. في امهات بشوفهم شايلين الطفل سايبين راسه منميه كده. يا ست الكل والله العظيم ده لسه ما صلبش، يعني لسه لين لدرجه انه محتاج ان انت تسنديه من راسه ومن ظهره كده، من راسه ده كده ماسكه الجسم، متحكمه في الجسم، تعملوا له توازن، بالانس في الجسم. التوازن اللي انت بتعمليه بايدك الاثنين ده مهم في بناء تكوينه الحركي. بالظبط كده. كويس. دي اول نقطه عاوز اقولها، لان في دي خطا شائع بيحصل بالامهات بتعمله. طيب يا دكتور دلوقتي عند 3 شهور بيبدا راسه تصلب، ما فيش اي مشاكل، بس راسه بتصلب
لازم ان انا اثبت بايديا. عند 3 4 شهور راسه بتبدا تبقى ثابته يا دكتور خالد. يقعد الطفل ده يبدا يقعد امتى؟ من عند 3 4 شهور يبدا يقعد عادي، بس لازم دعامه وراه، لازم مسند وراه. طيب الطفل ده يبدا يقعد بانتظام ويقعد لوحده عند 5 ل6 شهور. كل كلمه بنقولها الوقت مهمه للام، بقول لحضرتك اسمعي كويس، الحاجات دي مهمه جدا وابحاث جديده وما تقلقيش، وفي استثناء. وبقول اهو انا بتكلم على الطبيعي، في استثناء وفي ساعات استثناء عادي. طيب مرحله الزحف اللي بنسميها الحبو. الحبو ده انا عاوز اقول لحضرتك ان في اطفال ممكن ما تحبيش وتيجي على سن سنه تبدا تمشي، يعني بيش وتيجي على سن سنه وتبدا تمشي. يعني مرحله الزحف الحبو اللي هي عند 9 شهور ممكن ما تحصلش. وما تقلقيش، تمام؟ يعني ممكن تقول لي يا دكتور ده ما بسحبش، يعني يتاخر في الحبو عادي. طبيعي. لحد امتى بقى هقول تاخره في الحبو ده او الزحف ده عادي؟ ما هو لو في الحبو والزحف ده اتاخر لحد سنه سنه ونص وما وقفش ولا مش ولا اتحرك، يبقى هو متاخر في كله، يعني مش في الحبو بس، ده في المشي كمان. فانا بقول ان الطفل ممكن ما يحباش ويجي عند سنه يبدا يقف على مسند، واقف وايه على مسند. تمام. يبدا بعد كده يمشي ويتحرك عند سنه ونص، بس بطريقه بطيئه بنسميها شيلدرن مانرز، يعني سمات الطفل. كويس. لسه واحده واحده. يبدا يطلع السلم تدريجي برضك بطريقه طفوليه. عند 3 سنين ل4 سنين يبدا يتحرك ويمشي ويطلع السلم وينزل السلم عادي، ما فيش اي مشاكل، وينطلق ما فيهوش اي مشاكل، من 4 ل6 سنين. كويس. النقطه المهمه يا دكتور، ابني ما سننش. وفلان سن. قبل ما اخرج من الجزء الحركي، تمام، للطفل، بعض الاحيان بتبقى في نفس الاسره طفل مشي في سن معين والطفل الثاني اتاخر في عمليه المشي، ممكن يبقى سبب تاخر المشي لدى الطفل عن اخر ايه؟ السبب ان بتكون نمو العضلات لسه بطيء اللي بتساعد على المشي. كويس. السبب الثاني ده ممكن مربوط بالتغذيه. كنت هتكلم في الموضوع ده، يعني ده السبب الاولاني، ممكن يكون ضعيف مؤقت نمو العضلات. كويس. تغذيه الام في الطفل الاولاني كانت كويسه، ايوه، ولكن في الطفل الثاني حصل لها ظروف او اعراض ضعيفة. طيب هنا بقى يا دكتور احمد، تمام، معنى كلمه تغذيه الام كانت كويسه معنى كده انها بتاكل كتير ولا بيعتمد على نوعيه الاكل؟ لان في مقوله شهيره كده ما بين الامهات، يعني تقول لك انا مش باكل ليا، انا باكل ليا وللي معايا، فبتاكل والطفل او للطفل والطفل اللي معايا، فلازم اكل كتير. فلازم كم أكل كتير. ايوه. نوعيه الاكل هي اللي مهمه ولا كم الاكل اللي مهم؟ عشان كده نلاقيهم بدل ما يزيدوا 3 4 كيلو يزيدوا 50 كيلو. لا، زي ما قلت لحضرتك يا دكتور خالد في الحلقه السابقه، جوده الاكل، جودته ونوعيته وليس كم الاكل، ودي مهمه جدا جدا. كويس. طب قبل ما نتكلم عن جوده الاكل خلينا ناخد صوت تليفوني. مدام منى، اهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيكي مدام منى، اتفضلي. لو سمحت ممكن اسال سؤال الدكتور؟ الدكتور مع حضرتك، اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا اتفضلي يا مدام منى. انا عندي ابني 4 سنين بس وزنته 14 كيلو بس هو بيتحرك كتير يعني. تمام. وعنده فرط حركه، حتى لما وديته شخصوه كده فرط حركه. تمام. عملت له تحليل وصوره دم، ما فيش حاجه صوره الدم بس كان فيه نسبه انيميا. تمام. ومعايا بنتي 9 شهور، هي دلوقتي بس اللي بدات تقعد، عندها نقص كالسيوم لما عملت لها تحليل، فماشي عليها الدواء وكده، بس انا يعني ما بتتحركش كده ولا بتعب ولا بتعمل اي حاجه، وراسها برضو ما استندتش غير على 7 شهور يعني اداؤه كده شويه بس، مش عارف تقعد كويس، مش عارف المشكله فين برضو. بس ابني اللي هو 4 سنين ده 14 كيلو، انا شايفاه رفيع خالص، مش عارفه حتى الاكل يعني ممكن حاجه بسيطه ويقول شبعت خلاص. ممكن بس حضرتك تقولي انا طوله قد ايه؟ طوله قد ايه؟ عنده 4 سنين و4 شهور. الطول مش فاكره، بس هو لما بنشوفه كده كويس، طوله كويس، لان كلنا صح طولنا كويس يعني، بس شكله لا مش قصير، حلو. تمام. في اي سؤال يا دكتور احمد؟ اي سؤال تاني يا مدام منى الاول؟
لا شكرا. طيب انا هجاوب لحضرتك على السؤالين اللي قلتيهم. شكرا لاتصالك يا مدام منى. دكتور احمد هيجاوب على حضرتك. اتفضل يا دكتور. هي قالت انا عندي طفلين، الطفل الاربع سنين ده اول حاجه، الطفل 14 كيلو وحركته 14 كيلو. هو 14 كيلو ديت بنسميها لو ويت، يعني وزنه قليل وليس فيري لو ويت، يعني مش وزن قليل قوي. تاني حاجه انا قلت ان السن من 4 سنين لحد 6 سنين بنسميها مرحله الشقاوه. يعني بيبدا يبقى لاعب يتحرك من 4 سنين لست سنين. لست سنين يبدا يتحرك، عاوز يشوف المجتمع. عاوز يعني عنده تامل، دي ايه ودي ايه ودي ايه ودي ايه، حب استطلاع يعني. بالظبط. فهو يكون رافض للاكل ده. دور الام بقى ازاي تشكليه الاكل، تحببيه في الاكل، تشجعيه كويس. طيب السن الاربع سنين ده وارد يكون عنده سوء تغذيه لسبب ايه؟ سوء التغذيه ممكن يكون في نسبه ضعف او الانيميا، نقص الحديد. اللي احنا قلنا 90% من الاسباب. كويس. قد يكون اعملي حضرتك تحليل بولو براز وصوره دم كامله، ولو في ديدان او اميبا او عسر هضم لابد ان انت لازم دول يتعالجوا للطفل ده. كويس. السؤال الثاني ان حضرتك بتقولي الطفل الثاني 9 شهور. طيب انت حضرتك بتقولي انا عملت تحليل كالسيوم لقيت الكالسيوم قليل. يعني انت كده شخصت الحاله. يعني انت حضرتك قلتي ان انا نسبه الكالسيوم قليل. تمام. كويس. لان انا مش هتجه ان انا ادي علاج كالسيوم للطفل الا ان انا اعمل تحليل الاول. ليه؟ لانه مهم جدا. بناء عليه لو الطفل ده عنده كالسيوم متوازن واديت له نسبه كالسيوم كويس بتاع كتير زياده كدواء كحقن، دي بتترسب في الكلى. بتترسب في الكلى، يعني زياده نسبه الكالسيوم بتعمل مشاكل، تعمل كالسيفيكيشن للكالسيوم وتبدا تعمل مشاكل ترسب وفشل كلوي ترسب. تمام. فانت حضرتك بتقول ان هو عنده نقص كالسيوم، ليه لازم حضرتك تديله اولا فيتامين د؟ الفيتامين د ده اللي بيساعد على الابزوربشن، يعني امتصاص الكالسيوم. وهتديله كالسيوم مركز عادي وتديله حاجه للهضم. كويس. ممكن حتى مدام منى تبعت لحضرتك على الواتساب على الارقام الخاصه بعياده حضرتك، يعني لو عندها اي استفسار تاني او تتابع معاك باقي الجزء الخاص بالحاله. تمام. نرجع مره تانية يا دكتور احمد لاكل لاكل الام. فكره احنا كنا بنتكلم على كم الاكل ولا الجوده، وممكن تبقى الجوده تؤثر في ان طفل يبقى نموه الحركي والعضلي افضل، وطفل تاني ممكن يبقى نموه الحركي يكون اقل. ولكن خلينا مثلا ناخد صوت تليفوني. استاذ اسامه اهلا بيك. استاذ اسامه اهلا. السلام عليكم. اهلا بيك يا استاذ اسامه، اتفضل. طفل عنده ايه يا استاذ اسامه؟ صفرة. عنده الصفرة. سنه قد ايه؟ 20 يوم. تمام. 20 يوم. تمام. ايوه 20 يوم. يعني الصفرة عنده الصفرة وعنده 20 يوم. في سؤال ثاني في عايز تسأل عن حاجة دكتور أحمد؟ الصفرة كام؟ نسبة الصفرة كام؟ نسبة الصفرة كام يا أستاذ أسامة؟ مش عارف والله. طب انت يا استاذ اسامة عرفت ان الصفرة ازاي؟ يعني توجهت لفين كده؟ من ايه؟ من ايديه؟ لون عينيه. لون عينيه. لون عينيه. يعني سؤال حضرتك ايه يا استاذ اسامة؟ هو شايف ان الولد عنده الصفرة، فانا اعتقد انه يعني هو بيسال، ولا مش عارف نسبه الصفره كام. يعني انا عاوز بس سؤال حضرتك يا استاذ اسامه ايه بالظبط؟ يعني كان واخد محلول محلول. الصوت مش واضح خالص يا استاذ اسامه، استنى حضرتك تعاود الاتصال بينا مره اخرى يكون الاتصال يكون اوضح عشان نقدر نسمع حضرتك كويس والدكتور احمد يجاوب. انا فهمت الاستاذ اسامه حاجه، هو طبعا الاتصال ضعيف، قال لي محلول. فهو ما قال لي محلول انا ضحكت. بعض الاباء والامهات بيخافوا ان الصفره بدات تزيد، واحنا قلنا ان هي بتقعد لمده 3 اسابيع للشهر، لازم الام والاب يعرفوا الكلام ده. بيتجهوا لحاجه اسمها اكياس، واللي هي بتاعه بنسميها منظم ومنشط لانزيمات الكبد. طب انت اديتها بناء على ايه؟ احنا قلنا ان دي صفره طبيعيه، حضرتك رضع كويس، رضع باستمرار تمام، والصفره هتروح. فهو بيقول محلول، هو قصده على الاكياس اللي هي بنسميها منشطه لانزيمات الكبد. قال الخلاصه
هبقول له ان الصفرة مع الطفل ده هتروح تدريجي مع ان الام تاكل كويس بنوعيه كويسه وجوده كويسه. كويس، وده تقريبا كماله او تكمله الجزء الخاص بنوع الاكل، وانه ممكن الام لو بتاكل في طفل كويس ممكن يبقى الطفل يطلع صحته كويسه وحركته افضل والمشاكل اللي عنده اقل، ولو الام بتاكل اكل يكون غير صحي وغير جيد او غير مهتمه بنوع الغذاء اللي بتاخده اعتقد ان ده مش هيكون كويس لصحه الطفل. اه تمام. طيب خلينا ناخد صوت تليفوني. استاذه شيماء اهلا بيكي. اهلا بيكي استاذه شيماء، اتفضلي. اهلا بيكي، لو سمحت انا عندي طفل يا دكتور عنده 4 شهور. لو سمحت يا دكتور عندي طفل عنده 4 شهور ومن اسبوعين ثلاثه كده كنا عاملين له عمليه عرق ابداع. من في الخصيه اهو. وهو كان نازل عنده ميه على الخصيتين وعمل العمليه والضرح كان فتره طويله على ملامح. بس أذنك بس يا أستاذة شيماء توطي صوت التلفزيون وتسمعيني من التليفون. نعم. الضرح لم يا دكتور، بس الخصية الثانية اللي ما عملناش فيها العملية أصلا احنا صفنا له المية من على خصية وشال له عرق الفتاق، والخصية الثانية لسه فيها المية بس هي من امبارح بالليل ولقيتها فيها زراع كده وفيها حتة ورمة صغننة كده وفيها زراع. لا سمحت، مش عارفه اعمل له ايه ولا ده ايه. اي سؤال تاني يا استاذه شيماء؟ عندك استفسار تاني يا استاذه شيماء؟ لا الله يخليك يا دكتور. طيب حضرتك اسمعيني من التليفون الدكتور احمد من التلفزيون الدكتور احمد هيجاوب على حضرتك، ولو في اي استفسار تاني ارقام الدكتور احمد موجوده على الشاشه حضرتك تقدري تتواصلي معاه. تقريبا مشكله الهيدرويسيل او تيستس هيدرويسيل كذا اللي هو في ميه على الخصيه وكمان الفتاء اللي موجود. كويس. انا هقول لها خلاصه، لو انت شايفه ان الثانيه ورمه شويه وكده خلاص اعمل لي حاجه اسمها دوبلر التر ساوند اللي هي بنسميها الدوبلر على الخصيه ونشوف لو الكميه قليله خلاص يبقى مع الوقت هتروح. بس هي الفيركوسيل حتى او الهيدروسيل ميه الخصيه او دوال الخصيه اعتقد انه حتى يعني بتروح مع الوقت من الوقت غير التدخل الجراحي. من غير التدخل الجراحي. تمام. يعني انت بتعتقد انه تدخل الجراحي في البدايه الفتره دي في البدايه لا، لكن هي عملته الا اذا ايه بقى؟ ضغطه على مثلا على البينس نفسه على العضو الذكري او ان هي ضغطه على البطن والطفل ده كل شويه بيعتل بطنه مشدوده فلو في اي مشاكل وارده كويس. مع الموضوع ده واذا كانت تؤثر على حركه مجرى البول بشكل طبيعي فاذا يتم تدخل مظبوط كده، انما كطبيعي او كريدج نورمال لا مفيش اي مشكله. الورم اللي موجود ده اللي هي حست بيه هو ممكن هي مش قصدها ورم، هي بتقول في جلد زايد او اي حاجه مع الجراحه بعد الجراحه. فانا قلت لو بقول لها لو انت شاكه حضرتك هتعملي حاجه اسمها دوبلر الترا ساوند يعني سونار اشعه على الخصيتين عشان تطمن وتشوف الدنيا اخبارها ولا يبينوا لنا هل تدخل جراحي تتجه لدكتور الجراحه ولا هنصبر ونعمل ان احنا فولو اب فقط لا نعمل متابعه. طيب خلينا نتصل تليفون استاذه اميره. اهلا بيكي استاذه اميره. ايوه مع حضرتك. اهلا بيكي استاذه اميره اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور؟ دكتور معاك اتفضلي. اتفضلي دكتور احمد مع حضرتك اتفضلي. طب ابني عنده 3 شهور والحمد لله يعني بيمشي كل حاجه. بينسى؟ بيمشي ولا بينسى؟ استاذه اميره طلع كلمتين من تحت. ايوه مع حضرتك. بينسى ولا بيمشي؟ لا هو بيمشي وكل حاجه. كويس. بيمشي وكل حاجه. ومطلع سنتين تحت واربعة من فوق. تمام معاك اتفضلي. سنتين من تحت واربعة سنتين فوق. معاك يا استاذة اميرة معاك اتفضلي. طلعوا مرة واحدة فانا مش عارفة يعني هو كده اتأخر فيهم ولا اكشف عليه تاني. تمام خلاص هجاوب لحضرتك. ماشي يا استاذة اميرة شكرا جزيلا لاتصالك. الدكتور احمد هيجاوب على حضرتك. يعني عايز تسأل هو كده اتأخرت في موضوع التسنين ولا هو عنده سنه وثلاث يعني شهور ولا طبيعي ده طبيعي ولا طبيعي. احنا كنا نتكلم عن موضوع التسنين الوقت لسه بنقول ان في الام ساعات بترتبك تقول لي فلان سنن وابني لسه ما سننش. احنا بنقول ان الطفل انا بديله مده من 4 شهور 6 شهور لحد 11 شهر. سنن خير وبركه.
يعني نسنن تحت الاول وسنن وكله تمام مفيش اي مشاكل، يبقى الفتره المناسبه اللي بيحصل فيها تسنين من 4 أو 6 شهور لحد 11 شهر. اصبري لحد 11 شهر. تمام؟ هي كده دلوقتي سنه وثلاث شهور. انت انا بتكلم عامه مع التسنين عامه عشان في امهات تانية هتقول لي يا دكتور ابني 9 شهور وما سننش. فانا بطمنها بقول لها حضرتك لحد 11 شهر التسنين بتاعك بتاع ابنك بندي فرصه ل 11 شهر. كويس. بيبدا يسنن تدريجيا اللي بنسميها الاسنان اللبنيه، حضرتك بتقولي سنه وثلاث شهور وعنده سنتين واربعه. ده كويس جدا وبقول لك ده نورمال. بنصبر على الطفل ده، بنديله برضك بنزود عناصر الكالسيوم والحديد، وانا بقول لك اهوت في الغذاء. يعني بنزود عناصر الكالسيوم والحديد في الغذاء، السمك واللبن والبيض والفاكهه والعسل الاسود والكبده والتفاح، كل دي زوديه عشان التسنين بتاعه يبدا ايزي. انما هل في مشكله يا دكتور طبيه او كده؟ لا مفيش اي مشكله. كويس. استاذ سيف اهلا بيك. يا استاذ سيف اهلا بحضرتك. اكلم الدكتور احمد علينا. دكتور احمد معاك اتفضل. اتفضل. وعليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا استاذ سيف؟ كنا عايزين استفسار من حضرتك بعد اذنك. اتفضل. انا عندي بنوته سنه وشهرين دلوقتي. تمام. وطلعت السنان الاول يعني سننت الاول. تمام. لكن اللي انا ملاحظه ان هي اتاخرت في المشي. بتسحب باستمرار. تمام. نيجي او نقومها مثلا عشان تقف او تسند ولا كده، تقوم تقف وتسند عادي، حد يمسكها مثلا يمشيها، انما ان هي تتحرك لوحدها لا. فانا دلوقتي كان في دكتور شافها وقال لي هي طبيعيه وتمام ومفيش حاجه، بس احنا هنديها زي مثلا ايه ديكال بي 12، زي انريتش اللي هو الحديد، زي اللي هو الجدروب، تمام، يعني مقويه فيتامينات ليها. تمام. فانا عايز اعرف من حضرتك هل مثلا ده تاخير ولا ده طبيعي ولا ده ايه يعني؟ تمام يا استاذ سيف. ماشي يا استاذ سيف، انا بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك يا استاذ سيف. الدكتور احمد هيجاوب على حضرتك. هو دلوقتي بيبقى عنده اكتر من استفسار، هو دايما استفساره عن الجزء النمو الحركي تقريبا. تمام. كان الناس الكبار البركه بتاعتنا بيقولوا ايه؟ كانوا بيقولوا دايما للامهات الصغيره يقول لهم ما تخافوش، في حاجه اسمها مشي وتسنين وكلام. لازم حاجه تسبق حاجه. كويس. انت قلت ان ابنك سنن بدري. سنن بدري. فانت ما تقلقش، هتقعد حضرتك لحد سنه ونص. كويس. ما فيش اي مشاكل. انت قلت ان انا بسنده. اصبر 4 شهور. 4 شهور كمان. بدا يمشي لوحده كويس ويصلب كويس، تمام. في اي مشكله ابدا اعمل تحليل كالسيوم وفيتامين د، فيتامين د وكالسيوم. كويس. وشوف هل في مشكله. هو دلوقتي تقريبا في دكتور وصف له على الديكال ب 12 والفيدروب. الفيدروب ده بنسميه كوقايه، فيتامين د ده كوقايه، واداله الديكال ب 12 كالسيوم وفيتامينز. فده كويس. فاصبر لحد سنه ونص. كويس. مفيش اي مشاكل، خاصه ان انت قلت حاجه مهمه ان هو سنن بدري. طيب فهو سنن بدري فهيتاخر شويه في المشي. معانا 4 شهور يا كمان. معانا 4 شهور كمان. لو في اي حاجه ممكن يتابع مع حضرتك على الواتساب. ناخد استاذ عزت. اهلا بيك استاذ عزت، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذ عزت، اهلا بيك. ازيك يا دكتور؟ منورين الدنيا كلها يا دكتور. نورك، ربنا يكرمك. انا حبيت بس شفت الدكتور احمد سلام على الشاشه، حبيت اشكره والله. يعني احنا رحنا له العياده قبل كده وابني كان بيخاف اصلا يروح لدكتور الاطفال، لكن لما رحنا له مره واثنين وثلاثه المعامله بتاعت الدكتور احمد سلام غير خالص والله يا دكتور بصراحه. تسلم لي يا استاذ عزت. فانا حبيت اشكره والله. انا شفت كده بظروفها بفتح التلفزيون شفت حضرته فحبيت اشكره على الهواء. انا بشكرك جدا لاتصالك يا استاذ عزت، و اتمنى دايما الدكتور احمد يكون عنده حسن ظن مشاهدينا ومتابعينا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا رب. فاحنا خلصنا موضوع التسنين، احنا عاوزين نتكلم على النمو الاجتماعي. لان في نقطتين مهمين عاوز اقولهم. النمو الاجتماعي، الطفل ده يبدا يضحك امتى؟ يبدا يحرك راسه امتى؟ يحرك عينيه ناحيه الاشياء امتى؟ الحاجات دي مهمه جدا. اولا يبدا يبتسم ويضحك اللي قدامه. دايما كاسر مصريه يا دكتور احمد اسف على المقاطعه، يعني يهتم بسنن شعره طلع جري، لكن الملاحظات الاجتماعيه وحركه المش عارف ايه والكلام ده كله مش كل الناس تهتم بيها. واحنا بنتكلم عنها. واحنا بنتكلم عنها لانه دي عقليا بيبنى عليها بعد كده امور
في حياه الطفل عند مرحله النضوج؟ تمام، زي ما قلت، زي ما حضرتك قلت، هي اسمها بنسميها الفاين ديتيلز، يعني التفاصيل الدقيقه. ليه؟ لو لازم نركز عليها بدري، عشان بين قوسين النمو العصبي. يعني ايه؟ انا بدور الطفل ده يبدا يضحك من عند شهر او شهرين يبتسم ليك. تمام، عند 3 شهور لو جيت عملت له القلم كده هيبص للقلم بطريقه ثابته، يعني مش هيتحرك. من 3 ل6 شهور هيبدا يتحرك مع القلم، بس حركه بطيئه. حركه بطيئه. بعد 6 شهور بتعمل له كده، مفيش اي مشاكل. طب الحاجات دي ايه؟ ايه الحاجات مثلا؟ واحد هيقول لي التافهه دي، لا دي مش تافهه، ده ديت بتشخص لي حاجات عصبيه في المخ. لو فيها اي ريفلكس، في ريفلكسات منعكسه للطفل، لو فيها اي مشكله لابد ان احنا نتحرك بسرعه ونعمل اشعه على المخ. دي مهمه. تالي حاجه برضك من الخطا واللي بيسبب فزع للام، يا دكتور ابني عنده حول كتير. يا دكتور انا فوجئت ابني كده، ببص له لقيته بيتحرك كده بحركه ثابته، حركه العين عنده غير حول. غير مستقره. طيب انت عرفت ازاي؟ قالت ان انا بصيت له كده فجاه فلقيته ان هو حركه عينه بتاخد واحده قريبه عن الثانيه وهكذا. بقول لحضرتك الحول ده مش حول. الطفل بيقعد عنده حول طبيعي لحد شهرين لثلاثه، شهرين ثلاثه الحول ده اسمه حول طبيعي، ما تلاقيش منه لحد ما نعدي 3 شهور كده، ممكن نبقى نشوف ايه المشكله. تمام. تاني حاجه، الطفل ده عند 40 يوم بيبقى عنده حاجه اسمها عمى الوان مؤقت، يعني بيشوف الحاجات ابيض واسود مغروشه عند 40 يوم لشهرين، وده برضك حاجه طبيعيه جدا، ما فيش اي مشاكل. بالنسبه للطفل ده في السمع، ودي مهمه جدا، الطفل ده مش هيسمع الا الصوت العالي وهو عنده 3 شهور، اللي بنسميها اللود فويس. تلاقي كده الطفل اللي هو مولود لحد 3 شهور بينزعج من الصوت العالي كويس، اللود فويس، انما اي صوت منخفض ما فيهوش اي مشكله. قبل ما نكمل الجزئيه، خلينا نوصل تليفون استاذ رضا. اهلا بيك استاذ رضا. مع حضرتك يا فندم. اتفضل يا استاذ رضا، تحت امرك. اتفضل. ازي حضرتك دكتور احمد؟ اهلا استاذ رضا، ازيك؟ الله يخليك يا فندم. عندي بنوته عندها 3 شهور. ثلاث شهور. استاذنا حضرتك بس توطي صورة التلفزيون وتسمعني من التليفون، ونخلي البنوته يعني تسكت شويه لحد ما نكمل المكالمه. جايز تكون عاوزه تسمع برضه. طبعا. مع حضرتك يا استاذ رضا، اتفضل. عندي بنوته 3 شهور يا فندم. 3 شهور. تمام. بكاء على طول مستمر يا دكتور احمد، بكاء مستمر، وعندها الصوره بتاعتها نفعت كده زياده عن اللزوم، يعني باينه قوي. وبكاء بتعيط على طول، على طول ما تسكتش خالص، يعني مش عارفين عندها ايه بالظبط. والصوره حضرتك من كتر البكاء بتاعها، الصوره بتاعتها حضرتك طالعه لبره كده بارزه قوي. تمام. طيب يا استاذ رضا، هي بترضع رضاعه طبيعيه بس؟ رضاعه طبيعيه ولا في رضاعه صناعي؟ لا، بترضع طبيعي وصناعي الاثنين. تمام. بدات الصناعي وزنها حضرتك كيلو و200. وزنها كم؟ كيلو و200 جرام. وزنها لا، كيلو و200. وزنها كام؟ ساعة الولادة حضرتك يا دكتور كيلو و200. ساعة الولادة، وقت الولادة كيلو و200. مش الوقت كيلو و200. دلوقتي قد ايه؟ 3 كيلو. دلوقتي 3 كيلو. دلوقتي 3 كيلو، وهي عندها 3 شهور. حضرتك. طب اخبار تحليل الغدة الدرقية ايه يا استاذ رضا؟ ما عملناش حضرتك تحليل. ما عملتهاش؟ لا يا فندم والله. تمام. بس هي بتحزق كده يا دكتور، تحس ان في عندها حاجه بتحزق قوي في العيون. بص يا استاذ، يعني بتعيط جامد. تمام. هو في اسباب يا استاذ رضا، انا بسال في الوقت ده، لازم الام تكون معايا مباشر، بقول لها حضرتك لما بتيجي ترضعي. طب في اي استفسار تاني للاستاذ رضا ولا في اي سؤال؟ اي سؤال تاني يا استاذ رضا؟ شكرا جزيلا لاتصالك يا استاذ رضا، اسمعنا من خلال التلفزيون. هو بصراحه هو قال نقطه عاوز اتكلم عليها وجت في وقتها، بس اللي اقول له بس هو الوقت بيتكلم ايه سبب البكاء المستمر والصراخ المستمر لهذه الطفله. سن 3 شهور، انا بقول له، هو لو كان قال لي قبل 3 شهور اقول له عادي. ان سن الطفل بالولاده لحد شهرين لابد ان هو يعيط 4 ل6 ساعات في اليوم طبيعي. ان شاء الله. لازم يعيط. يشغل الجهاز التنفسي.
كويس. عند 3 شهور انت بتقول الصراخ، لازم بقول الام بترضعيه حضرتك، انت الرضاعه لها طريقه معينه مش هزار، عشان كده بقول الام الحديثه. اما تيجي ترضعي ابنك بترضعيه ورافع 45 درجه زاويه كده. 45 مش مثلا راسه تبقى كده، مش مثلا وانت نايمه وهو نايم. ليه؟ لان بيحصل ارتجاع، وبالتالي ممكن يحصل التهاب في الاذن الوسطى. يبقى اول حاجه ممكن البنت دي عندها التهاب في الاذن الوسطى. تاني حاجه ومهمه جدا اللي هي، هل في انتفاخات ومغص كتير؟ بتديله دواء المغص ولا لا؟ تالت حاجه، بتكرع الطفل ده كويس ولا لا؟ ايوه. وبتكرع مستمر ولا لا؟ بتعملي التمارين اللي معروفه بنسميها تمارين العجله للطفل ده بعد الرضاعه ولا لا؟ عشان تحركي عضلات البطن. كل ده لازم اساله، لان المشاكل غالبا غالبا هتبقى يا اما التهاب اذن وسطى يا اما انتفاخات ومغص في البطن. عشان كده بتعيط؟ عشان كده بتعيط. كويس. طب بالنسبه للسره، ونتيجه الصراخ ونتيجه ان هي بتعتل زي ما بنقول بطنها مشدوده، بدات السره تطلع لقدام. ده اسمه فتق طبيعي نتيجه البكاء الشديد. لا، انا بقول لك خد بالك، لازم تعالج سبب البكاء ده اولا. تاني حاجه، لازم الفتاء ده لازم ان انت بتعمل له، بتجيب رباط سره من الصيدليه عادي وتضغطه على السره بتاعه الطفل. كويس. في غلطه هو قالها انا زعلت منها قوي قوي، ان هو بيقول لي، بقول له عملت غده درقيه، قال لي لا. طب طب انت حضرتك اللي عاوز اقوله ان الغده الدرقيه في بدايه الطفل بياخد اللي هو كعب من الكعب العيله اللي في الوحده. لو الطفل ده طلع عنده الغده الدرقيه، مشاكل في الغده الدرقيه، وما تشخصتش بدري، عند 6 شهور بيحصل له بين قوسين تخلف عقلي دائم، منتال ريتارديشن. طيب عشان نطمن الاستاذ، لازم يعرف يعمل تحليل الغده الدرقيه، يطمن على الرضاعه تبقى ازاي، الرضاعه طريقه الرضاعه تبقى ازاي، التمارين العجله الخاصه بالطفل. ممكن كمان يتابع الدكتور احمد سلام من خلال في رقم الواتساب على الشاشه. احنا خلاص وقت حلقتنا انتهى. لو في رساله او في حاجه حابب تقولها للاستاذ رضا قبل ما نختم الحلقه. انا عاوز اقول للاستاذ رضا واكثر امهات الحديثه دلوقتي، بعد اذنكم، اولا اللي انتوا فيه والربكه اللي انتوا فيها ده طبيعي جدا، لان انتوا لسه اول مره الطفل ده اول مولود، فمش عارفين اي حاجه. لقيتوا اي اعراض ظهرت للطفل سواء طبيعيه او مش طبيعيه بترتبكم، لا، على طول يفضل بعد اذنكم الطفل حديث الولاده، الاول طفل يفضل ان يتابع مع الطبيب المختص، طبيب الاطفال حديث الولاده باستمرار. كويس. تاني حاجه عاوز اقولها، ان حضرتك ما تفكريش ان كل شكوى هتقوليها الدكتور هيكتب علاج. مش مع كل شكوى حضرتك هتقولي. احيانا بيبقى في حاجات من الام بدون علاج، اعتقادا من الام انا هقول شكاوي كتير عشان الدكتور يكتب لي علاج كتير. ده طبعا ده غلط. كويس. دكتور احمد سلام محمد، اخصائي طب الاطفال وحديث الولاد، انا بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معايا في هذا البرنامج. مشاهدينا الكرام في كل مكان، بشكركم طبعا لحسن المتابعه، وان شاء الله باذن الله نشوفكم في حلقات قادمه اخرى من برنامجكم حبيب العيال. هنتكلم عن كل ما يخص الطفل حديثي الولاده وحتى عمر النضوج ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله اشوفكم في حلقه قادمه اخرى. الى ان نلتقي بكم مره اخرى، لكم مني كل التحيه والتقدير. انا خالد صقر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.